دف النور من مثوى الحي الفادي أحيانا بعد ليل قد أهوى كاد يمحو دنيانا يا واشا الفادي دفك حبا ونور أخصي الحديث مغمور بالنور الحي وشى قديس اطمع فينا الوشى الحي دفق في الدهر الفاني في الأكوان نورا للدهر الثاني يا من أفنيت العمر في النسك والإيشاد تسقي روحك الحرة من أدى روحي فاني قد نلت منه فخر العبد الأمين بين القديسين عند الرب اشفع لنا يا قديس لبنانا يرضى ربنا أن يمحو خطايانا يشفي كل مرضانا ويرحم في النعيم موتانا ملك شمايون حسنا خلقا احطينا له آلوه قبل قربنا ونترحم علينا فارخ مراي المجد للاب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أهلنا أيها الرب الآب القدوس أن نحيا في هذا اليوم ذكرى صفيق القديس الشربل فنتأمل حياته ومحبته ونتخذه مثالا وشفيعا ونحرز نظيره من الاتحاد بك ونبلغ مصاف مختاريك الذين أنعمت عليهم فأشركتهم في آلام ابنك الحبيب على الأرض ومجده في السماء لك الحمد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى الأبد آمين. السلام للبيعة ولبنيها المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر المجد لله
التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب القدوس الذي يدعونا إلى الشركة في قداسته، وإلى الابن الحبيب الذي يسبغ علينا نعمة البنوة بتشسده وموته وقيامته، وإلى الروح القدس الذي يكشف لنا ويكمل فينا على الدوام عمل الآب والابن برخمور أبوه. المسيح إلهنا، يا من دعوت الأبا شربل يخطفي خطاك في نور حياتك الخفية وتضحيتك على الصليب، لقد شئت أن تكون حياة شربل شهادة لك، فعلى مثالك توحدا في القفر لكي يصوم ويصلي ويجرب وينتصر، وحمل صليب الحياة النسكية الشاقة وأوجاع لبس المسح والحديد الشاي، ومعك قدم نفسه قربانا للآب السماوي. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا بشفاعتي على عطر البخور أن تهبنا نظيره بصيرة صافية، ووجها مشرقا وقلبا نقيا، فلا نحيد عن محبتك والإيمان بك ورجاء مجدك. أهل القيام معه عن يمينك في ملكك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. جسدك وشربوا دمك كان
القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي وبارك يا سيد. يا إخوتي، الحياة لي هي المسيح والموت ربح لي، ولكن إذا كانت الحياة في الجسد تهيئ لي عملاً مثمراً فلا أدري ماذا أختار، والأمران يتجاذبانني، أشتهي أن أرحل وأكون مع المسيح وهذا أفضل بكثير، لكن بقائي في الجسد أشد ضرورة من أجلكم، وبهذه الثقة أعلم أني سأبقى وأقيم معكم جميعاً من أجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم بي في المسيح يسوع عند مجيئي إليكم مرة أخرى. فسيروا إذن سيرة جديرة بإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائباً أسمع عنكم أنكم ثابتون في روح واحد، مناضلين معاً بنفس واحدة في سبيل الإيمان بالإنجيل. لا تخافوا في شيء من الذين يقاومونكم، إن ذلك دليل لهم على هلاكهم ولكم على خلاصكم، وذلك هو من الله، فقد وهب لكم من أجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فحسب، بل أيضاً أن تتألموا من أجله، مجاهدين الجهاد عينه الذي رأيتموه في، وتسمعون الآن أني لا أزال أجاهده، والتسبيح لله دائما. السلام لجميعكم.
المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول بعد الغداء، قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر مما يحبني هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له يسوع: ارعى حملاني. قال له مرة ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له يسوع: ارعى نعاجي. قال له مرة ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأن يسوع قال له 3 مرات: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، وأنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى خرافي. الحق الحق أقول لك، حين كنت شاباً كنت تشد حزامك بيديك وتسير لحيث تريد، ولكن حين تشيخ ستبسط يدك وآخر يشد لك حزامك ويذهب بك إلى حيث لا تريد. قال يسوع ذلك مشيراً إلى الميتة التي سيمجد بها بطرس الله، ثم قال له: اتبعني. حقاً والأمان لجميعكم. المسيح يسوع التسبيح. سيدنا جوزيف جبارة، ممثلي رؤساء الكنائس، أبائي الأحباء، خياتي الراهبات، سعادة سفير اليونان، مستشار السفارة اللبنانية، معالي الوزير سامي هلسي، الشيخ فؤاد أبو حمدان، الدكتورة باسمة سمعان، حضرة السعادة والنيافة والمعالي، وكل الأبناء الأحباء، أبناء الرعية، إن كانوا عراقيين أو لبنانيين أو غير جنسيات في الشرق الأوسط والعالم. من هو الراعي الصالح؟ إنه يسهر على قطيعه ويعطيهم الطعام في حينه. في قلب، في نفسي، وفي وسط الصعاب والحروب والمآسي، إنه لا ينعس لا ينام. في النهار يفكر ويحفظ كل شيء في قلبه، يجلس على مكتبه يستقبل كل طارق، وفي الليل يصلي ويتأمل ويقرأ كتباً روحية، دائم الجهوزية لتلبية الطلب. نعم، إنه مولود لبنان الكبير، ولد البطريرك صفير سنة 1920
في الوقت الذي أعلن فيه الجنرال جورو الفرنسي إنشاء دولة لبنان الكبير الذي طالب به البطريرك الماروني آنذاك الحويك. عاش طفولته وصباه في بلدته ريفون في كنف عائلته إلى أن دعاه الرب يسوع المسيح فلبى النداء رغم أنه وحيد في العائلة على 5 شقيقات. دخل الإكليريكية في غزير التي كانت بإدارة الرهبان اليسوعيين. تابع دراسته اللاهوتية والفلسفية في الجامعة اليسوعية في بيروت. بعد نيل لبنان الاستقلال سيما كاهناً سنة 1956، فخدم رعيته الأصلية ريفون، وكان في نفس الوقت أمين سر مطرانيته ومعلماً اللغة العربية التي كان ضليعاً فيها. استدعاه البطريرك المعوشي إلى الصرح البطريركي في بكركي ليكون أميناً لسره، ومن ثم رقاه إلى سدة الأسقفية سنة 1961، وكان نائباً بطريركياً عاماً في عهد البطريرك المعوشي والبطريرك خريش. كان هادئاً مصغياً رصيناً في أقواله وأفعاله. استطاع أن يكون الرجل الثاني في كل مراحل أسقفيته إلى أن تبوأ السدة البطريركية. انتخب بطريركاً سنة 1986 بعد استقالة البطريرك خريش، وكانت مدة حبريته مليئةً بالأحداث والصعاب، إلى جانب الإنجازات الكنسية من استحداث مؤسساتٍ وأبرشياتٍ وتحديثٍ لترجي. نذكر نحن رسالتنا في الأردن الذي كان من الساعين بإقامة هذا المركز وإعلاء شأنه. كرس الكنيسة المصلية والهادئة سنة 2005. إنه ككل البطارقة العظام ليس رجلاً سياسياً بل قامة وطنية وإنسانية عظيمة لا ينعس لا ينام، يحاور ويعطي ما عنده، يتقن الدبلوماسية لكنه ثابت في مواقفه الوطنية والإنسانية والأخلاقية. لم يكن مع أحد ضد أحد، لم يكن مع أحد ضد أحد، ولكن مع الجميع. ليس له أعداء إلا من اعتبر نفسه عدواً. إنه مع الحق والخير والصلاح، رغم ذلك صفح وبارك وغفر. نحن لا ندافع عنك يا حبرنا الجليل كشخص فقط، إنما كحامل إرثنا الماروني الذي انتقل إلى أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. نحن أبناء كرامة وشيم وعنفوان، نحمل المشعل كما حملته ونسير إلى الأمام. نم قرير العين، أنت الذي كنت صديق جلالة الملك حسين. نم قرير العين يا حبرنا الجليل، واطمئن إن الله هو الديان العادل.
وأن القضية في يد أمينة، وأن الشعب الصالح لا نهاية له، وأن المسيرة مسيرة يسوع المسيح والذين جاهدوا وتعبوا واستشهدوا مستمرة. فارقد بسلام إلى جوار الأحبار العظماء. نؤمن بإله واحد، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح. ومن أجل نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصلب عنا على خلاص الموت، تألم مات وطهر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب، وصعد الى السماء اتلوط مدبحيت ألوه ولوط ألوه دم حادي طليوط ومنسوب الطيب وطاب اعول البيت وزقود بها يكلوط اتكوتشو دحل تخمر يودا بارن وبزادي كتف ألفين صلاة على إيمت الماران قالوا القبيل قربوا بترحم علينا بصدوبتو الإله العظيم. يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. بذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدك منذ الآن: الطباوية والدة الله مريم، ومرشر ومرمرون، ومرشر بل، والقديسة ريتا، وجميع القديسين. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، وخصوصاً المثلث الرحمات البطريرك مار نصر الله بطرس الصفير،
واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للاب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الياب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقبلة نقية ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس برخمور رشقهن الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مسبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك يا أبت الجليل، السلام لك يا شماس يا خادم الروح القدس. ليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في المسيح. بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر لنا وإلى الأبد. آمين. محبة الله لك ونعمة الابن الوحيد والشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكون أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك
قدوس يا الله الآب وضيف الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والصرافيم ويجدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. بارخ مراي وبيوم هودك دم حاشودي لي معبد حي، ساب اللحم بيداو قاضي شوتو، بارخ قادش وقصو يا بالتلميداو كدما ساب وحلف ساجي ما تكسي وما تهي حصايا حوبي والحي ده العالم علمي. آمين. خانوا عالقصو دمزيو من حمرو من مايو، بارخ قادش ويا بالتلميدة كدمار سابشتا من كل خون هنا دنيتا مدير دياتك احدى تودو احلوك وحلف ساجي ما تشد وما تيه حصايا حوبي والحاي ده العالم علمين. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسأل
مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوما تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشف اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا وارسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد لنا وإلى الأبد. سيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار مشارة بطرس بطريرك الإنطاقي ومار موسى مطران إلى وسائل ساقف المستقيمين الراي لكلمة بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاءة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب اذكر يا رب شعبك القائم أمامك لا سيما الذين قدموا هذه القرابين واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير لأنك الصالح كثير النعم. نسألك يا رب يا رب رحام. اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله ليقيموا العدل ويحلوا السلام. نسألك يا رب يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء لا سيما القديسة والدة الله مريم
والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ويوحنا المعمدان واستفانوس رئيس الشمامسة مارول ومار شربل. أشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك. نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الآباء والمعلمين والمستقيمي الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك. هب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة. نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقمين منا إليك، وخاصة ذبطة البطريرك إسفاير الراقدين على رجائك المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدوم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وارحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع المسيح الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياه. أرحم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا،
وجل أيها الرب محب المحب البشر لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمي المحيي لمن يتناول واقبل البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد لأن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الطهور وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. السماء ليأكل منه
جسد ودم سيدنا. الإفادة
قبلنا يضربنا وجود لا دام خلاك يجود ربي جلت يمناك لا تعرف القبض فمن منك ربي لا يستزيد كلما غبت الحساسين من ماء رنت حلوة إليك بشكري وتعالت إليك في لفتة الصبح صلاة من زقزقات وزهري أعطنا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في زناك كل ما دون وجهك الجم وهم أعطنا ربي أعطنا أن نراك أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محبا للبشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محبا للبشر ارحمنا لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين السلام لجميعكم ومع روحك أيها الرب يسوع إله خلاصنا يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا نجنا من الهلاك واجعلنا يا كلاب اسمك القدوس لأننا شعبك وميراثك وبك يليق المجد والوقار مع بك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين إخوتي الأحباء باسم سيادة المطران موسى الحج
النائب البطريركي لهذه الأبرشية القدس والأردن، وباسم جدير أباء الدير هنا هذا المركز والشماس، وباسمي الشخصي أقدم لكم عميم جزيل الشكر لتكبدكم المشقات لمشاركتنا هذا المصاب الأليم. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن وروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. شبح المريوق الخنام نفحات العطر العزي عن أرواح موتانا ترجو منك يا ربي عن أمر الوانا بالخبز الحي اقتادوا واشتادوا دنيا الشاقة من مجد الآتي باتوا إيمان وفاجا ما أشهى موت الأبرار أسرار ما أبنى بالأحفال والبعض سر ظلم ملؤوا الأذهان موسى قد هزته النار والله منها نادى الصديقون الأبرار يحيون للناس لوط شورو تهوي لندن برختو بارخ الموجود يغني يا كنز الوعد يحلوها موز اليم والكنز ينمي انت الفلك يا مريم يسوع الكنز الاعظم منه اشبعت المعمور حياه ونور يا ابرار في القضاء الحكام أدهشتم ذللتم ركن الظلمة والشر دستم غادرتم كور التعظيم كالإبريز في الغابة غنت ذكراكم تقويم أرض وسماء نيوح العهيد مهيمني ولخمر شبحه بارخمو نحيي ذكرى الأنبياء والرسل والصديقين والأبطال الشهداء فخر الظافرين اذكر يا رب البيعة والأعذار الأبيعة والموتى بالقديس اجمعهم آمين يا ابن الله بيت I'm not
فلتسترح نفسه بالسلام. السلام لجميعكم. فلنصلي الآبان والسلام لراحة نفس غبطة السيد البطريرك الذي انتقل عنا إلى الأخدار السماوية. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكك، ليكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والجلال. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومبارك ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا. المجد للآب والابن والروح القدس. إخوتي، اليوم صادف عيد القديسة ريتا وتذكار 22 للقديس شربل. نشكر اللي قدموا الزخائر والزينة، وكل واحد بيعطي، ربنا بيعطيه أضعاف. كما إنه غبطة البطريرك، مناش نقول إنه في قداسة، بس ضحى كتير ومش كتير على أرض الوطن وكل الأوطان. وليستريحوا مع من أرضوا